نرجع نستكمل برضو أخبار الأولمبياد. ففي فيديو منافي لمبادئ الرياضة، هذه العبارة اللي وصفوا فيها فيديو انتشر على نطاق واسع للفارسة البريطانية شارلوت دوغاردن وهي بتعامل حصانها بعنف، والنتيجة كانت انسحابها من أولمبياد باريس. الفيديو اللي انتشر للفارسة البريطانية وهي بتعنف حصانها عمل حالة من الجدل كبيرة، والموضوع كبر كثير ووصل لحد الشكاوي. يعني الاتحاد الدولي للفروسية طلع بيان أعلن فيه رسميا الإيقاف المؤقت لشارلوت، وقال إنه هذا القرار رح يجعلها غير مؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس. بعدها شفنا بيان نزلته شارلوت في صفحتها على إنستغرام، اعتذرت عن اللي صار وأكدت أنها تعاملت بشكل خاطئ مع الحصان قبل 4 أعوام أثناء إحدى التدريبات. ورجع كمان نادي الفروسية البريطاني أصدر بيان أكد انسحاب شارلوت من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.